السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في فيديو قبل كده اتكلمت على سيرفر صغير اشتريته، هو عبارة عن مجرد بس احط فيه هاردين ووصله بالانترنت، وفي اي مكان في الدنيا اقدر اعمل اكسس واوصل لي الملف اللي انا عايزه. انا جايبه من شركة اسمها كيوناب، لما دخلت على الامازون لقيت حاجات زي كده. تمام، انا اخترت اصغر واحد، مجرد بس في مكانين. تمام، ممكن تشتري حاجة مثلا فيها هاردات كتير اوي كده زي بالشكل دوت، بحيث ان كل اتنين يبقوا مع بعض، بيبقى عندك مثلا كوبي من كل حاجه مرتين، بحيث لو هارد ضرب ما تقعدش بقى تقول الحاجات طارت وارجعها ازاي، لا بتلاقي نسخه منها في الهارد التاني. طيب انا دلوقتي بره البيت عايز اوصل للحاجه بتاعتي، فبدخل على الموقع اللي هو ماي كيو ناب كلاود، وبدخل على الفولدر، وبقدر الاقي كل الحاجات اللي انا عايزها، اقدر افتحها اقراها اعدل عليها كل اللي انا عايزه، اقدر اعمله اعمل لها داونلود، اعمل لها شير مع اي حد وهكذا. ممكن حد من صحابي معاه حاجه فاروح قايل له انسخها من هنا لهنا، ممكن اعمل سيرش مثلا على ملف معين انا بدور عليه. انا فعلا كنت فاتح عشان ادور على الملف دوت، مش عشان اسجل فيديو. فيبدأ يدور على الملف دوت، وتقدر تنسخ الملف دوت، تعمله داونلود، تقدر تفتحه وهكذا. ف سهلة جدا، بدل ما كنت بتصل بحد في البيت واقول له والله افتح الملف انهون، طب دوس على الزرار دوت انهين والقصص ديت، لا بقى اكسس على الحاجات واحملها وابدا اقراها واشتغل عليها. في شروحات للريفت انا كنت عاملها زمان، في البرنامج هو عشان اسطبه، في مجرب الريفت والاركيكاد والمايكرو ستيشن، لان يعني عندي سهرة حلوة قوي مع الاركيكاد النهارده.